طيب خليني بقى ابتدي مع حضرتك من هو ايه القلب الرياضي؟ ايه طب القلب الرياضي تحديدا؟ حضرتك طب القلب الرياضي هو موجود من زمان قوي، يمكن لو هرجع للتاريخ شوية سنة 1890 كان في شرق أوروبا دكتور قلب اسمه هينشن. هينشن زيه زي دكتور قلب بيحب مهنته، بدأ يلاحظ ان في مجموعة من الرياضيين بالذات اللي بيتزلجوا على الجليد رسم قلبهم مختلف تماما عن الناس العادية، فلفتت انتباهه، بدأ يلاحظ الناس دي. مع تطور الموجات الصوتية بدأ يربط رسم القلب والموجات الصوتية وشكل القلب، لقى ان قلبهم مختلف تماما عن الناس العادية، لقى ان ضربات قلبهم ممكن توصل 30 وهو قاعد وما بيشتكيش من حاجة خالص، لقى ان تجويف القلب بتاعهم اكبر من الناس العادية، وسمك العضلة اكبر من كده. وطلع من هنا مفهوم اسمه القلب الرياضي. ان اي واحد بيمارس رياضة لفترة طويلة بشكل منتظم بيحصل تغيرات على مستوى الجسم وعلى مستوى القلب بشكل خاص. اهم ثلاث حاجات اللي هم ان احنا قلناهم دلوقتي، ضربات قلبك ممكن توصل ل30، تجويف قلبك بيتسع، سمك العضله بيتخن. هتيجي تقول لي طب اللي هو بيقولوا تضخم في عضله القلب اللي بيقولوا عليه كده، ده بقى التضخم في الرياضيين ده بيسموه تضخم الحميد، المرغوب فيه. ايوه احيانا بيتحول الى حاله مرضيه يمكن نتكلم عنها في وسط الحلقه. أيوه. بس ده اسمه التضخم الحميد. ايه فايدته؟ فايدته حضرتك انا ممكن انا وانت قاعدين دلوقتي ضربات قلبنا 70 80، لما نيجي نعمل مجهود ونجري هيوصل ضربات قلبك بسرعه ل 120 130، فيبقى تنهج وتتعب بعد مثلا ربع ساعه ثلث ساعه. مظبوط. لعيب الكوره ضربات قلبه هو قاعد 30 30، فلما يبدا يجري بتوصل 60 70، على ما يوصل ال 90 يكون الماتش خلص. يبقى اذا ده نوع من انواع التكيف اللي ربنا خلقه سبحانه وتعالى في جسم الواحد، بحيث ان هو يتحمل العبء او المجهود وحمل عالي. علشان كده كلمه حمل اللي حضرتك قلتها دي كلمه جميله قوي. عشان كده بقى في الانديه حاجه اسمها مدرب احمال. مدرب احمال بيبدا معاك بحمل بسيط قوي لغايه اما يبدا يعلى معاك لاعلى نسق. بالظبط. عشان كده تلاقي مدرب الاحمال ده مدرب الاحمال للجول كيبر، لحارس المرمى، غير الحمل اللي هياخده اللي بيشتغل في بيلعب في خط الدفاع، غير خط الوسط، غير ده اللعيبه نفسها بتختلف احمالها. طبعا المفروض يتعامل معاها مدرب الاحمال وفقا لعمره. في بيزكس اساسيه للكل، وبعد كده بيبدا يعلى اللعيب ده. ده لازم يضغط عليه في الحته دي بالذات عشان يبدا يعلى معاه، عشان يجي على اخر الماتش ما يبقاش ايه، ما يتعبش. والله يا دكتور ده احنا عندنا مدربين مش مقتنعين بمدربين الاحمال، مدربين فنيين. لا لا لا، ده مدرب الاحمال ده من اهم المدربين اللي لازم يبقى موجود في كل نادي. حضرتك في احد المرات انا كنت بكشف على لعيب التنس، فالمدرب بيقول لي، فبعمل لهم اختبار كده، فبيقول لي قلبهم قلب رياضي. قلت لهم قلب عادي جدا خالص. هو انت بتدربهم ازاي؟ لما احكي لك انا سمعت ايه، انا كنت بضحك. الموضوع بقى انت عارف حضرتك الرياضه دلوقتي بقت صناعه. ايوه. فالصناعه دي لازم يكون في حاجات بتخدم عليها وتوظفها مظبوط علشان تخرج باللاعب ده. اللاعب دلوقتي ده انت هتقول له انت بتشتغل ايه؟ يقول لك انا لاعب كره. ايوه محترف. انا لاعب هاندبول. ايوه ايوه. دي شغلته. رزقه بالزبط. هنا بالظبط. فانت لازم يكون عنده البيزكس ولازم يطلع باساس علمي. حضرتك